لا انا بالنسبه لي بصراحه، انا الاكسبو بالنسبه لي يعني موضوع بيرسونال شويه، لان الفاوندرز كلهم صحابي يعني بيرسونال فريندز، وانا شفت الاكسبو هو يعني كان لسه فكره، وحضرت معاهم ميتينجز وهم لسه بيناقشوا عايزين نعمل حاجه اسمها اكسبو، عايزين ان احنا نتكلم في حاجه مختلفه شويه ونجمع الناس في البيزنس بتاع الرياضه وصناعه الرياضه. فانا كنت متحمس جدا ان انا اشوف ايه الاوتكم بتاع حاجه زي دي. امبارح بجد اول ما جيت يعني كان بالنسبه لي اصلا حاسس ان انا فخور بصراحه، انا موجود في حاجه زي دي، مع ان انا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي مجهود، بس انا فخور ان في يعني ايفنت بجد ات واز ا هيوج سكسس، ان الكم ده من الناس اللي انترستد في مجال الرياضه، واكتر مش حاجه غير كلمه صناعه الرياضه، ان هم يبقوا موجودين عايزين يعرفوا عن المجال، عايزين يعرفوا عن حاجات بره الملعب، مش بس مجرد لعيبه بتلعب ومدربين وخلاص، عايزين يعرفوا عن الصناعه نفسها، عايزين يتعلموا، عايزين يشتغلوا في المجال. فبجد يعني انا بالنسبه لي كايفنت اليومين دول فاتوا بصراحه اتس هيوج سكسس، واتس اونلي يعني فيرست ستيب فور يعني مور اند مور سكسس ان شاء الله. يعني هو زي اي حاجه في الدنيا، احنا محتاجين مش اكتر من تنظيم واداره منظمه فقط. اي منظومه فيها اداره منظمه وفيها خطه محطوطه مظبوط وفيها يعني فورس معينه ان انت بتفرض النظام ده على الناس، ولازم يبقى في اجبار بشكل او باخر من السلطه فوق اللي ماسكه الكيان ده ايا كان رياضي او ايا كان، دي هتفرق جدا. لان الفتره اللي فاتت دي كلها احنا للاسف في مجال الرياضه او في صناعه الكوره مش متقدمين في ان احنا ما عندناش معلومات، ما عندناش ديتا اصلا نقدر نقيس عليها اي معلومات، اي حاجه بسيطه زي عقود اللعيبه في مصر كام، في كام لعيب من كام بلد موجود، اللعيبه اللي بتلعب في الانديه دي بيلعبوا كام ماتش، معلومات بسيطه جدا مش موجوده. ففرض نظام هيفرض ان المجال ده هيقلب من زي ما بيتقال عليه النشاط لصناعه. احنا عايزين الفكره ان هو يقلب فعلا من نشاط رياضي او نشاط كروي لصناعه، صناعه الناس تشتغل فيها في كل المجالات، في الماركتنج وفي الاوبريشنز وفي الفاينانس وفي الكوره نفسها، في التكنيكال بقى وفي كل حاجه. لازم المجال يقلب يبقى كل نادي عنده يبقى شغال بطريقه انستتيوشنال، مش شغال ان واحد بيدور منظومه على اي نطاق اداره اي حاجه في الكوره. فلازم الموضوع يبقى انستتيوشنال شويه. هي بقت فرض على الانديه، ما بقتش اختيار خلاص، هو بقى النادي مجبر على ان هو يعمل كده، لان في الاخر اي حد موجود في اي مكان عايز ينجح، فالنجاح ده بيحاول يعمل ال 100% بتاعه. ال 100% دلوقتي في الكوره جزء منه الديتا، جزء منه التحليل، جزء منه الاناليسيس، جزء منه ان انا يبقى بعمل كل حاجه مظبوط، علشان انا في الاخر مش ضامن الاوتكم، بس انا لازم اعمل 100% من اللي المفروض اعمله علشان احاول بدل ما انا نسبه ان انا اكسب البطوله 50% تبقى 60 تبقى 70، نسبه ان انا اكسب ماتش بدل ما هي 80% تبقى 81. ال 1% ده هيفرق كل الحاجات بقى الصغيره، ان انا عندي داتا يفرق 1%، ان انا عندي جيم كويس، ان انا عندي فاسيلتي كويسه، ان انا عندي لعيبه كويسه، عندي جهاز فني كويس، كل الحاجات دي انت كاداره بتاعت اي نادي بتحاول تطور المنظومه اللي عندك عشان توصل في الاخر لنجاح. وزي تحليل البيانات، اول حاجه كانت بتواجهنا هنا ان عدم علم الناس او عدم درايه الناس اصلا بالمجال، فكانت بتواجهك مشاكل في تصوير ماتشات، بتواجهك مشاكل في وجودك اصلا في الانديه، الناس مش عارفه يعني ايه محلل اداء اصلا، في خلط كبير جدا من ان في حاجه اسمها محلل اداء، فلما تيجي يقول لك انت عايز شركه تحليل اداء ليه؟ ما انت شغال اهو، ليه اتعاقد مع شركه وانت موجود؟ فشويه الترمينولوجيز وشويه الكيانات دي ما كانتش موجوده من 5 سنين، ما كانتش موجوده. دلوقتي نقدر نقول يقينا ان فرق الدوري الممتاز كلها دلوقتي يعني في فتره من فترات حياتها كان عندها محلل اداء وكان عندها شركه تحليل اداء. الدرجه الثانيه دلوقتي بقى عندهم محللين اداء، وبعض منهم عندهم شركات تحليل بيدوهم معلومات. الدرجه الثالثه في انديه اعرفها عندها محللين اداء، فخلاص الموضوع دلوقتي بقى مش 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 لوكسجري، هو بقى عارف ان هو اي حد عايز ينجح الحاجه دي مهمه زيها زي ان انا بمرن اللعيبه، لازم ان انا اقدر احلل ادائهم واقدر ارفع من مستواهم علشان اقدر ان انا اوصل لنتائج احسن. جزء تحليل البيانات زي اي حاجه في الرياضه اهم حاجه، عايز توصل في المجال ده لازم تبدا. ناس كتير اي حد عايز يعمل
شيفت كارير او عايز يبدا في المجال، لسه مخلص جامعه وعايز يبدا في المجال، لازم 100% يبدا يشتغل في المجال، لازم يتعامل مع الناس ويعمل كونكشنز ويبقى فيه الناس عارفه ان الشخص ده بيعمل الشغلانه دي. ولازم الجزء الثاني منها ان هو عنده خبره، يبدا يثقل الخبره دي او يطورها بالعلم، لازم ياخد كورسات ولازم يطور من نفسه في المنطقه العلميه، لان في الاخر خالص الحاجه الوحيده اللي انا شخصيا شغال بيها في المجال هنا في مصر النوليدج اللي عندي، مش حاجه تاني. انا مش ما حدش عارفني، ما حد، انا ما لعبتش قبل كده كوره، انا مش مشهور، ما حدش يعرف اصلا مين الشخص ده. هو انا شغال هنا بس مش عشان حاجه غير ان انا عندي شويه نوليدج وبطبقهم في المجال، والناس محتاجه النوليدج دي، ودي فعلا يعني حقيقه ما فيهاش جدال. الانديه محتاجه ناس نوليدجبل في كل المجالات اللي احنا حكينا عليها.